مونتي كارلو الدولية، مساحة حرة، كافي شو. ومساعة حرة ستبدأ مع سيداتي الفلسطينيات اللواتي وصلنا إلى الاستوديو. سنتحدث عن مهرجان سينما فلسطين وأيضا عن فيلم أخوات السرعة، بانتظار أنه نضبط الهيدفون. عم تسمعوني؟ لا ما عم تسمعوني. في جنبكم لحتى تعلوا الصوت، هيك الأمور تكون في سلام. مشي الحال، عم نرتب الأمور في الاستوديو رح تمشي. إذن مهرجان سينما فلسطين بدأ البارحة. معي هنا في الاستوديو فدا الجنيدي من منظمات. مرحبا فدا. مرحبا بيتي. بيتي سعادة، أنت كنتي موجودة بالفيلم أخوات السرعة، وكذلك مرح زحارقة. مرحبا مرح. مرحبا فيك. رح أبدأ أحكي شوي مع فدا، تحكي لنا شوي بسرعة عن المهرجان وبعدين ندخل بأجواء السرعة مع. أوكي ماشي. يلا. شكرا على الاستضافة يا جورج. مهرجان سينما فلسطين السنة هاي هي النسخة تبعته الثانية، ورح انطلق مبارح، يعني كان حفل الافتتاح مبارح في معهد العالم العربي. وهو رح يعني بلش من مبارح من 23 ماي إلى 5 إلى حديات 5 حزيران جوان. 5 جوان يونيو. راح يكون في 31 فيلم، يعني لازم تحضروا كلكم. 22 حصة يعني لعرض، يعني راح يكون في خلط بين أفلام قصيرة وطويلة وأفلام وثائقية وكمان فيكشن. هو هالمهرجان يعني هو الاوبجكتيف تبعه، انه الهدف تبعه، الهدف تبعه انه يكون في انه نعرض افلام فلسطينيه عشان نوصل الافلام الفلسطينيه بفرنسا خاصه يعني للعالم باوروبا عامه. الافلام الفلسطينيه والفن الفلسطيني كمان. تمام. ونورجي انه في كتير يعني اشياء، في كتير مخرجين فلسطينيين، وفي هاي الثقافه الفلسطينيه اللي هي عريقه وفي يعني ولازم يعرفها كل الناس. تماما. وهي مغيبه، هي مغيبه في خاصه في الاعلام الغربي، في الثقافه الغربيه. فهذا انا امبارح كنت حاضر يعني، وكان لحظات مؤثره جدا بحضور كل هذه الشخصيات الفلسطينيه، بحضور لوتشكي الذي حاز على السعفه الذهبيه قبل يوم في كان واتى ليحضر، وكانت كلمته مؤثره جدا. سنستمع الى التيزر تبع المهرجان اللي هو كثير جميل، عن هذا الخلط مع ما هو تراثي او موسيقى جميله لاسمهان، اغنيه اسمهان، ولكن باصوات حديثه. سنستمع. بدنا ادوات موسيقيه. المصاري اللي معكم بيجيبوش وتر بسوق البال. Thank you.
خلوني ارعب في غنماتي في يضغطوا على اسرائيل ان استغل موارد ارضي المملوكه الي فخليهم هذول هيئه الامم تضغط على اسرائيل في هالطريقه هاي. صعب الحديث بعد صوت أسمهان، ولكن سنحاول سنتحدث عن هذا الفيلم، فيلم أخوات السرعة. معي بيتي سعدة رح تحكي لنا عن هذه التجربة، وأيضا مرح زحالقة رح تحكي لنا عن هذه التجربة اللي هي كتير خلينا نقول معنا كتير اعتيادية في الوطن العربي، في البلاد العربية، وخاصة في بلد مثل فلسطين. بنعرف شو وضعه، بنعرف قديش هو مبطئ حركته بكل الحواجز الإسرائيلية، فإنه فكرة إنه يكون في شيء له علاقة بالسرعة داخل فلسطين هي بحد ذاتها يعني إعجاز. إنجاز. إعجاز وإنجاز. فحكي لي بيتي، كيف بلشت هاي القصة؟ كيف بقصة السيارات وعشق السيارات والسرعة معك؟ إيه طبعاً، بابا وأخوي هم متسابقين، يعني كانوا يشاركوا ويمارسوا هاي الرياضة. فأنا لما رجعت على فلسطين أخوي كان يشارك في بطولات السرعة فانضميت، ولما انضميت نحن كنا مرح وميسون ونور وأنا، فالسفارة البريطانية سمعوا أن البنات بيسابقوا بفلسطين، فإنه واو، إنه عن جد، إنه كيف حتى بكل دول العالم معروف إنه هاي رياضة محتكرة يعني بس للشباب. للشباب. فالسفارة البريطانية قدموا لنا دعم، جابوا لنا متسابقة بريطانية تدربنا لمدة 3 أيام وسمونا سبيد سيسترز. هذا بال2010. فبعدين أمبر مخرجة الفيلم أجت مرة على بيت لحم إنه هيك بس إنه يعني زيارة، وقالوا لها في سباق، فلما اجت على السباق وشافت بنات بيشاركوا قالت واو، هي يعني متخصصه بتعمل افلام وثائقيه فحبت انه تعمل عنا فيلم سماته سبيد سيسترز. من 2010 هم يصوروا فينا، لانه انا حسيت انه كان في فتره زمنيه طويله عم بتمر. يس طبعا. ممكن انه حسيت انه من اشكالنا حتى كانت تتغير. لانه بعدين لانه شفت بلحظه من اللحظات كنتوا عم تتفرجوا على الشيء اللي عم بيصير بغزه، بتخيل هذا الشيء كان بال2013. اشياء ثانيه كانت اقدم. طبعا هي حابه تعمل دوكيومنتري. وقضت معكم وقت كتير، وقضت كتير من 2010 لل 2000 وخلص ل 2015 التصوير. 2014 4 سنين يعني استمرت بالتصوير. طيب مرح، احكي لنا انت كمان عن تجربتك، كيف شو اللي جابك على السرعه، مع انه شغل ابوك يعني هو شغل يحتاج إلى دقة عالية مثل القيادة، ولكن شغل يحتاج إلى بطء اللي هو شغل تصنيع الأسنان. صحيح. حسب ما شفت بالفيلم. صحيح. فأنت يعني تقريبا العكس. أنا بلشت رياضة السيارات من لما كان عمري 17 ونص. أول ما حصلت على رخصة قيادة السيارات دخلت في هذا المجال. طبعا من سرقتي سيارة أمي كذا مرة كتير. طبعا ماما مدربة سواقة. هي اللي ساعدتني كتير في يعني أدرب على السواقة يعني وغير هيك. صراحة من أنا صغيرة بحب السيارات، يعني بسوق من عمري
11 سنة. فبابا كتير انبسط لما شاف عنده بنت عندها هاي الهواية، كتير انبسط لأنه بابا أصلاً كتير بحب السيارات ومغرم فيها وكتير بحب هاي الرياضة. فلما كان شاب كان بحاول يشارك فيها، بس كتير صعب لكونه لاجئ فلسطيني، يعني لاجئوا لجنين ما كان معاهم إشي، وكانوا في مخيمات وبعدين في مخيم جنين، فكان صعب يمارس هاي الهواية أو حتى يطلع عليها. فكتير انبسط إنه بنته طلع عندها هاي الهواية، فحكى لا رح أكرس لها كل إشي لإلها عشان ما تنحرم من الإشي اللي هو انحرم منه. فمن هون إجت مشاركتي في سباق السيارات. جميل. هلأ لما حضرت أنا الفيلم، يعني الشيء الجميل بالفيلم أنه ما أخذت المخرجة أنه تورجينا شيء كتير لطيف وجميل، لا، هي فرجتنا أنه بعض الأحيان أنتوا في حالة تنافس كتير قوي، صحيح، في حالة صحيح. عداوة بعدين، وبنفس الوقت فتيات قويات كتير، وبنفس الوقت بتعم تبكوا بعض الأحيان، صحيح، زعلانين على شيء، مهتمين بجمالكم، مهتمين بأنوثتكم، مهتمين يعني الشغلتين هن الأخرى لا تلغي الثانية. يعني طبعا كيف كنتوا بتعيشوا هاي الفترة؟ يعني إلى أي مدى هو أنا بكرة بدي يجيبهم معي بالاستوديو، شو رح يصير؟ رأي يروح يكسروا الدنيا عندي بالاستوديو البنات، ولا شو رح يعملوا؟ كيف لا طبعا نحن صديقات، يعني نحن بصحبات برا الساحة، بس في المنافسة منافسة شريفة يعني. وتعرف إنه المنافسة حلوة، من دون منافسة ما في. أكيد أكيد طبعا بالنسبة لنا المنافسة كتير مهمة، يعني حتى لو إحنا سبيت سيسترز منافسة داخلية كتير مهمة، لأنه صراحة لولا المنافسة إحنا ما بنتطور. أكيد. فالمنافسة حلوة، وبالعكس يعني المنافسة بتخلينا نسوي أداء أحسن وأحسن، وهذا خلانا ننافس شباب كمان. هلا أنتوا خلينا نقول أخوات السرعة في فلسطين، عندكم أخوات تانين في البلاد العربية بتواصل معهم وبتعرفوا كيف ولا؟ صراحة إحنا أول فريق في أول فريق متكامل أول فريق بنات بشارك في سباق سيارات في الشرق الأوسط. وين شاركتوا؟ بالأردن. للأسف إنه ما بنفع نشارك بسياراتنا غير في الأردن، إنه حتى هاي لها إجراءات كتير كتير صعبة، واحتمال يطلع لنا تصريح ندخل في سياراتنا واحتمال لا. فالمكان اللي شاركنا فيه الوحيد دوليا اللي هو الأردن. وإحنا من جديد على تواصل مع بنات، من جديد بلشوا يشاركوا في سباق سيارات في عمان. وعم تحسوا انه في اكثر تقبل لهذا الموضوع؟ طبعا في يعني طبعا كثير بنات بحبوا يكونوا زينا، ولكن هاي الرياضه كثير بتحتاج لدعم مادي، يعني كثير كثير مكلفة طبعا، فبتحتاج لدعم الاهل ودعم مادي، فمش كثير سهل انه نشارك دوليا. بالعكس انا وما راح كثير حابين نتطور، انه مش بس على مستوى فلسطين نشارك، انه على مستوى دولي، بس نحتاج كثير دعم. هلا كيف كان، لانه كمان مانو موجودين كل البنات معنا، يمكن نذكرهم، ميسون اللي هي الشيف يعني القائده تبع الفريق، مديرة الفريق، ونور ومنى. يعني ميسون هي بتخيل تقريبا اكثر 10 سنين اكبر منكم او منك مثلا، او انه كيف هي بسنواتها، كيف كنتوا عم تعاملوا معها، كيف هي صارت الشيف تبع قيادتها للموضوع؟ طبعا نحن يعني ميسون هي رئيس الاتحاد خالد قدورة، هو حطها مديرة الفريق، انه طبعا نحن سبيد سيسترز اشتهرنا بفلسطين، فهي كانت مسؤولة عنا انه تتحدنا، واي سوء تفاهم يكون بناتنا انه نكون يعني انه تصلح بناتنا، او انه تحاول يعني بمفهوم الكوتش، يعني الكوتش انه هي تساعدنا او تجيب لنا دعم، والمسؤولة عن التنسيق هذا. وبالعكس انه نحن لما ميسون راحت على عمان انه تجوزت، تضايقنا كتير انه مش موجودة، ولهلا نحن على تواصل معها، يعني هي اللي هلأ نحن على تواصل معها، وما قدرت تيجي معنا لسبب خاص يعني، بس كتير نحن على تواصل معها، وكل يوم لسه متحدين نحن كفريق. لأنه هي كتير ما بقى بتذكر بمشهد بالفيلم لما بتكون عم بتقلها، أعتقد منى أو نور عم بتقلها إنه إذا سألني جوزي إنه بتختاري بين لمنى. فبيقولها هي انصدمت هيك، وبتشوف على لقطة إنه هي مثل كأنه حدا يعني مثل ما بيقولوا زت عليها سطل المي باردة، يعني انه كيف هيك بتتركني يعني، او بتترك حسين الالتحام الكتير قوي. هلا كمان لاحظت شغله بالجمهور،
اللي عم يحضر أكتر صبيان يعني صبيان. أكتر إلى إمتى عم تشتغلوا على هذا الموضوع؟ عم تحاولوا تعملوا توعية، مش توعية بمعنى يعني، ولكن إنه تقربوا من هذا الشيء من فتيات المجتمع الفلسطيني؟ صراحة كتير منحاول. أول محاولة لقلنا وأنا بعتبرها محاولة هي كونها أصلاً إنها نشارك في سباق سيارات في فلسطين، هاي أولاً. ثانياً كتير بنات بيحبوا يجوا يحضروا سباقاتنا، وفي مشجعين لبيتي بنات، وفي مشجعين لإلي بنات، ولكل التيم. بس كتير ما بعرف عندهم تخوف من المجتمع انه يجي يحضروا وكله شباب وكله هيك، فعدد قليل من البنات بيحضر سباق سيارات، بس لسه شغالين على هذا الموضوع. بتمنى انه يكون جمهور البنات اكبر من الشباب. اكيد لازم لازم، لانه هو الشيء اللي يعني اللي لفت نظري بهذا الموضوع هو انه خارج عن النطاق ما ممكن أن نتخيله عن فلسطين، عن صحيح. يعني لما عم نشوف كيف أنتوا عم تشتغلوا على السيارات، كيف عم بتكسروا البلور وتشيلوا هذا لحتى تخف وزن السيارة، لأنه هي سيارة ما أنا سيارة سباق وإنما صحيح. سيارات عادية. فكل هاي الشغل على هذا الموضوع، وخاصة شفته بعد فيلم اللي الفيلم اللي حضرناه مبارح عن 3000 ليلة، اللي هو بيحكي عن موضوع مختلف تماما، ولكن مرة تانية مرة تانية النساء هم في صلب الموضوع. كان كتير شيء مؤثر انه نشوف النساء بفلسطين الى اي مدى هن موجودات على في امام المشهد يعني، وعم بيقاوموا. انا صراحه يعني كثير بحب فيلم سويت سيسترز واي افلام فلسطينيه خاصه عن البنات، لانه بيبين للعالم قديش البنت الفلسطينيه هي بنت قويه مثابره بتشتغل على حالها، انه مش دائما يعني معروف برا صراحه انه هو خلينا نحكي انه بتجنب المرأة أو شخصية المرأة. بالعكس البنات الفلسطينيات بنجزوا وقويين وعندهم طموح وعندهم أهداف، فبيشتغلوا على حالهم بيطلع منهم يعني. أكيد أكيد. طيب هلأ قبل ما نودع رح نسمع شوي من المقطع من الفيلم سبيد سيسترز أخوات السرعة، وبعدين نرجع على الميكرو. أول العالم العربي إحنا أول بنات إلنا فريق. إحنا تأثرنا بالاحتلال، انضغطنا لوين نوصل يعني، نوقف حياتنا خلاص نضل قاعدين. للاتحاد دعاية حلوة بيتي سعادة إنه أمان. أهلي بعطوني كل إشي عندهم، بحس في المسؤولية. أول تاني وسريعا سريعا مرة هذا اللقاء مع أخوات السرعة. بيتي شو بدك تقولي آخر شيء؟ شو مشاريعكم القادمة؟ طبعا مشاريعنا أحلامنا كتير كبيرة، ولكن نحتاج لكتير دعم. مش سهل بالأخص إنه نحن تحت احتلال، إنه نلاقي يعني وضع الاقتصاد بفلسطين مش كتير، فما منلاقي دعم من كتير شركات. فأحلامنا إنه نرفع ونشارك على مستوى دولي، وإن شاء الله راح نحقق أحلامنا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ومرح، شو أمنياتك للمستقبل؟ أنا بتمنى إنه
اكسبيت سيسترز نشارك. انا الوحيده صفيت بالضفه بشارك، وان شاء الله بيتي رح ترجع وكلهم رح يرجعوا ونشارك دوليا كمان. وبتمنى انه بتمنى كل بنات فلسطين انهم يتطلعوا ابعد من القيود السياسيه والاجتماعيه في بلدنا أكيد. ويتمسكوا باحلامهم اكثر، لانه صراحه الحلم باخذنا ابعد واسرع مما نتخيل. اكيد اكيد، ليس بالضروره ليمارسوا هذه الرياضه، ولكن ليمارسوا احلامهم. أيوة يعني بالضبط. تماما، انه يدافعوا عن احلامهم. الحلم كثير مهم. اكيد اكيد. طيب، كنت كثير سعيد بلقائكم، كنت اتمنى انه نقضي وقت اطول معكم، لكن على اخوات السرعه مر الوقت بسرعه. شكرا كثير فدا الجنيدي، كنت حكيتي لنا عن مهرجان فلسطين اللي قائم حاليا في باريس حتى الخامس من حزيران يونيو. وشكرا بيتي سعادة، وشكرا مرح زحالقة. شكرا لكم. شكرا بلقائكم. شكرا. كافي شو، انتهى هذا اليوم. موعدنا يستمر معكم غدا. إلى اللقاء.